احنا بداية، بسم الله الرحمن الرحيم، احنا لازم نعرف اولا ان الشعب المصري لما جه يصنع الثورة بتاعته اللي قادها الشباب، احنا سعينا لاسقاط النظام الفاسد ولم نسعى الى اسقاط الدولة المصرية، لان اولا مصلحة الدولة المصرية فوق كل اعتبار. شوف بقى الشباب، اول مرة اسمعها جملة واضحة. كلام جميل طبعا. السعي قولها تاني. انا بتكلم على ان الشعب لما جه صنع ثورته سعى لاسقاط النظام الفاسد ولم يسعى ابدا لاسقاط الدولة المصرية، لان مصلحة الدولة المصرية فوق كل اعتبار. دي اولا. ثانيا، ان احنا لازم احنا كشباب ثورة ان احنا ننتقل من مرحلة الطفولة السياسية الى مرحلة النضج السياسي، والا التشبث باراء معينه يبقى ده معناه ان السلطه الحاكمه ليس لها اي اعتبار. خلاص، انا عاوز ده يبقى ده يجي، عاوز ده يمشي يبقى ده يمشي. تمام. فاذا كنا جميعا في ميدان التحرير، احنا مش مختلفين على فكره، احنا متفقين جميعا على الخطوط العريضه، ولكننا نختلف في اليات التنفيذ. ايه هي الخطوط العريضه؟ اولا، كلنا نسعى الى ان المجلس العسكري لازم فعلا يسلم السلطه. تمام. وقد سعينا، ومن خلال شهر نوفمبر بالاحداث الاخيره وخصوصا احداث شارع محمد محمود، ان احنا فعلا سعينا واكدنا وحرصنا وبالضغط قدرنا نوصل ان احنا نتفق معاه لانتخابات رئاسيه محدده في 30/6 او 1/7. 30/6 يسلم، 1/7 يعمل الانتخابات الرئاسيه. ده مكسب رائع وجميل. تاني حاجه، ان احنا نشكل تحقيقات فوريه لدم الشهداء وخصوصا في الاحداث الاخيره في شارع محمد محمود، لان الممارسات الامنيه مرفوضه. حتى هذه اللحظه لم يجد جديد في الممارسات الامنيه. احنا اولا بنسعى الى ان تكون الشرطه شرطه قويه لامننا، ولكننا في ذات الوقت نرفض رفضا باتا الممارسات الامنيه. عشان كده طالبين تحقيقات فوريه، كل شباب الثوره وفي الميدان طالبين هذا الكلام. نمره ثلاثه، طالبين ان صلاحيات رئيس الوزراء، وكناش احنا لسه سمينا رئيس وزراء ولا اي حاجه، قلنا صلاحيات رئيس الوزراء لابد ان تكون صلاحيات كامله. السؤال بقى، هو ايه المقصود بالصلاحيات الكامله؟ ايه المقصود بالصلاحيات الكامله؟ البعض بيعتقد كلمه صلاحيات كامله يعني معناها تخلي المجلس العسكري عن كل صلاحياته. هذا الكلام طبعا مش ما يعني اكيد مش صحيح، لان هو اصبح موجود بموجب الاعلان الدستوري. خلاص، هو اصبح موجود في السلطه له صلاحيات رئيس الجمهوريه. هتقول احنا ما استفتناش على هذه المواد، ماشي، بس خلاص تم الاعلان عنها وخلاص. دي حاجه. الحاجه الثانيه، ان احنا بنتكلم على ان لابد ان تكون هناك حكومه انقاذ. كلمه انقاذ يبقى لازم تدخل حد يكون فاهم، حد يكون واعي، حد يكون مجرب. هذا الكلام لابد من تنفيذه، لان حكومه الانقاذ لابد ان تكون حكومه واعيه مدركه، وليس فقط مجرد حكومه ان انا عاوزها للشكل العام. لا، هذا الامر ايه؟ مرفوض. ولذلك نحن نسعى ان تكون حكومه الانقاذ حكومه انقاذ، وفي ذات الوقت تسعى لتحقيق اهداف ومبادئ الثوره اللي كلنا رافضين ان نحيد عنها. اذا كلنا كشباب ثوره وكميدان تحرير متفقين على الخطوط العريضه، اليات التنفيذ. انا دلوقتي هقدر اجيب مجلس رئاسي مدني في 6 اشهر؟ يبقى بضحك على نفسي. لو انا جيت قلت انا عاوز الدكتور ايمن نور، واحد يقول لي لا، طب ليه مش الدكتور فلان الفلاني؟ طب ليه مش الاستاذ فلان الفلاني؟ وعنده حق. يبقى احنا كده اعتدينا على السلطة. في خط أحمر يجب أن نقف عنده جميعا، ليس لمصلحة أحد ولا المجلس العسكري، وإنما لمصلحة مصر، للمصلحة العليا لمصر، لا أكثر ولا أقل. يبقى إذن هل لو في مجلس استشاري وتنقل له الصلاحيات السياسية، لأن المجلس العسكري ليس لديه الخبرة السياسية ونحن متفقون على هذا الأمر، ننقله الصلاحيات السياسية دي ويناقشها؟ وأكيد المجلس العسكري عشان عارف المشاكل اللي أحاطت بالفترة الانتقالية الكبيرة ديت، هيقولك لا خلاص أوكي، أنتوا اللي تقرروا هذا الأمر، أنا ماليش دعوة، عشان يبقى المجلس الاستشاري هو اللي قاله. إذا إحنا انتقلنا بصورة سلمية وبصورة حضارية لأن إحنا نقلنا لمجلس مدني
بدون ما ان احنا نعمل عراق. بس ده مش كلام من بدايه يا دكتور. هو ده كلام ما خلي كلامك ما يعني كلام ده كلامي انا جدا. ده كلام في بدايه ده كلام ممتاز بس ده مش كلام ميدان. هذا الكلام الذي ننتقل به من الطفوله السياسيه الى النضج السياسي. احنا بنحاول نتعلم. انت بتغني يعني ده غنى يعني اتمنى ان يكون اطرب صح بس يعني اطربني جدا بس المهم يطرب اللي في الميدان. هل انتوا في حوار حوالين ده في الميدان؟ عفوا يا دكتوره خلي بس عندك هناك حركات كثيره جدا في الميدان. هناك حركات كثيره في الميدان. شاف ان في صوت شباب عاقل ومنطقي عايز مش كده كلام محترم كلام عظيم. وانا عايز اقول لك يا دكتور هذه النغمة يجب أن تسود ويجب أن نعمل سويا وجميعا في إشاعة حالة من العقل صح. لأن الحقيقة التجمعات الكبيرة يغيب عادة فيها العقل. إحنا محتاجين مزيد من العقل ومحتاجين مزيد من الفهم ونتفق ونختلف بس يبقى في صوت. المشكلة أن هذا الصوت إذا أطلق مثلا في بعض الأماكن مش عايز أسمي عشان حدش يزعل قد يتهم الدكتور عبد الله بالخيانه خيانه الثوره. لا بس هو في التحرير تواجع طبعا موجودين في التحرير الشباب وبمواربه الابواب. وانا بقول حقيقه هذا الكلام كلام وطني جدا. الله يخليك. كلام يستحق التقدير. اتفقنا او اختلفنا معاه كلام عاقل ومحترم. هذه الاصوات يا فندم برضه دكتور ايمن معلش عشان اتفضلي وبعديها معلش يا عبد الله اتفضلي يا فندم. يعني احنا مش يعني طبعا كلام دكتور عبد الله محل يعني احترام كبير لكن احنا مش عايزين نقول انه الكلام ده ادى للراي العاقل الوطني وكاننا بنقول بشكل غير مباشر ان اللي ليهم مطالب واقفين في التحرير ومعتصمين وراح منهم شهداء راح منهم لا 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 مين اللي قال ان هم كلامهم مثلا غير عاقل؟ لا 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 انا بقول ان كلام زملائي ايضا كلام عاقل بتقولوا كده. لا بقول قد يفهم لا لا طبعا ما فيش راي هو فيه وجهه نظر لكن ما فيش راي عاقل وراي غير عاقل. انا اقصد فكره ان يكون هناك لغتين وحوار بالظبط. لما هو هناك طول الوقت كده ما عندهم كذا كم ائتلاف لا 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 دي بتتقال النغم كتير 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 99% من هذه الائتلافات مصنوعه. ايوه ما هياش ائتلافات حقيقيه والله كل الناس عارفه كده. دي كلها حاجات معموله كده عشان يقعدوا 10 يروحوا يقعدوا النهارده مع الدكتور الجنزوري ولا معظمهم ملوش علاقه بالنضال ولا بالثوره ولا مين الشباب اللي قابل الدكتور الجنزوري؟ في شباب النهارده قعدوا معاه. انتوا نشرتوا يا خالد في كثير هو بس هو على كل منهم لا بتوع التحرير قالوا لا دول مش تمام. يا استاذ خالد بعد اذن سعادتك بعد اذن سعادتك احنا دي برضو من مرحله الطفوله. انا اصل دول احنا ما نعرفهمش هما كانوا واخدين بطايق كل واحد. هو احنا لازم ان احنا كارنيه الميدان مثلا هو احنا لازم اننا هو سعادتك ال 50 60 شاب من 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 شباب الثوره المحترمين اللي بيلفوا في الميديا كلها هل هم دول فقط؟ احنا خلاص يقول لك ايه ده فلان ده انا ما اعرفوش فلان ده ايه ده انا ما شفتوش قبل كده. لا يجب ان نسعى الى التخوين، لا يجب ان نسعى الى التهميش. يا دكتور انا مش عاوز اسعى للتهميش. مشكله اساسيه مشكله كانت بتواجهني انا شخصيا. ايوه يا فندم. انا مكتبي او حزب غد الثوره في ميدان الحرب فقريب جدا من ميدان التحرير. فكنت مثلا احيانا اغادر الميدان اروح مثلا ربع ساعه لاي سبب وارجع تاني الميدان. كل مره وانا داخل الميدان يقابلك الناس يقول لك ايه انت لسه جاي ويبقى بس ده اليوم 18 اللي انا بقيت شايفه هو لسه شايفه هو لسه شايفه. فهي القضيه برضه الحقيقه المقاييس بقت شخصيه جدا. وبعدين يقول لك ايه انت كنت فين بقالك 18 يوم واللي يقول لك انت كنت فين في ال 20 سنه اللي فاتت. الحقيقه احنا مش قادرين. لا ولما نزلتش التحرير ما تبقاش وطني. وبعض الناس فاهمه كده بس حتى اللي نزل التحرير يعني اللي نزل متاخر 5 دقائق في واحد سبقه فاللي سبقه ده بيعتبر ان انت خاين انت جاي بعديه بخمس دقائق علينا. الروح دي يا جماعه لازم نتخلص منها. وانا بقول بشكل واضح وصريح انا مش بقول ان كلام الدكتور عبد الله عاقل والاخرين غير عاقلين لكن انا بقول من العقل ان يكون هناك ديالوج ودياليتيك وحوار بين افكار ومحاولة العثور على حلول. اقصد بس يا دكتور محاولة العثور الى نفسي أكمل طريق دي. جديد اتفضل. نفسي اكمل الجمله دي اتفضل. الهدف من ده ايه؟ ان يبقى في قبول للفكرتين. في مشكله حقيقيه
بالذات في الثوره الثانيه او في الجيل الثاني للثوره ان مفيش قبول لفكره الفكرتين خالص، هي لا كده لا لا. لا انت مع ده لا انت خاين، ده كلام مش مظبوط. وفكره تكفير القوى السياسيه وابعاد القوى السياسيه ده اجهاض لجزء مهم جدا من تراثنا ومن رصيدنا الوطني، لان احنا بنقتل الجماعه الوطنيه وبنحاول بعدين في الاخر خالص نقول ايه؟ فين الجماعه السياسيه؟ فين القوى السياسيه؟ فين النخب؟ فين الكلام ده؟ ما انت قتلتها. وانا عايز اقول المجلس العسكري لعب اللعبه دي من اول يوم، ان انتوا الشباب انقياء اوعوا النخب السياسيه دي تلعب عليكم، اوعوا يسرقوا ثورتكم. ومين اللي سرق الثوره في الاخر؟ مش القوة ومش النخب، حذر من كده. هو اللي سرق الثوره. بس لا هو بس قضية هي تتعلق برضو بالمستقبل بالانتخابات وبالتعريف، بس لو عندك حاجة تكملها. أنا بس هكمل نقطة بسيطة بس، إن إحنا بنطالب بأي قيادة. هي مشكلة مصر الأولى واللي هتحل كل المشاكل هي مشكلة الأمن. الأمن كنا لسه بنتكلم. هي صدقوني وحتى مصر ربنا سبحانه وتعالى ربطها بالأمن. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أمين. الوحيدة اللي ارتبطت بالأمن. إذا ربنا سبحانه وتعالى بيورينا نعمة الأمن فينا. تمام؟ فلابد إن إحنا نحافظ عليه. طب إحنا دلوقتي مشكلة الأمن. طب دلوقتي نحل بقى مشكلتين. عاوز أحاسب الأمن وحاسب القيادات، والقيادات طبعًا رافضة، وإزاي تحاسبني وإزاي إيه؟ وفي نفس الوقت مش أنتوا عاوزين تحاسبونا؟ آه طب خلاص خليكوا بقى. تمام؟ وفي نفس الوقت أنا عاوز أعد كوادر داخل قيادات الشرطة. تمام؟ كوادر تكون نقية بعيدة تماما عن قيادات حبيب العدلي والناس اللي هم التابعين لي. إذا دي مشكلة هتحل كل المشاكل. السياحة مرتبطة بالأمن، الاقتصاد مرتبط بالأمن، الإيه مرتبط بالأمن، الانتخابات بكرة مرتبطة بالأمن. إذا الهاجس الأول في الشارع المصري هو الأمن، الخوف. أول ما حصل أحداث هنا واحداث هنا، يا جماعه طب ارجوكم لا خلونا، طب اسكتوا، طب والنبي لقمه العيش، طب لازم نراعي. هو احنا عملنا الثوره دي لوحدينا ولا احنا بنقول دي ثوره شعب؟ طالما ثوره شعب يبقى يجب ان نسمع في هذه المرحله صوت الشعب. تمام؟ ويجب احنا كشباب ثوره نسمع صوت الشعب. صوت الشعب بيقول دلوقتي انا عاوز حكومه انقاذ. هجيب كادر جديد لسه. هي الوزاره دي بتشتغل ازاي؟ طب الوزير ده بيعمل ايه؟ طب هقول لكم على حاجه، طب نعمل اجتماع ونعمل لجان. انا عاوز واحد يكون عارف. قد يقال ان الدكتور كمال الجنزوري على سبيل المثال ان هو راجل ساب الوزاره بقاله كتير، اوكي ماشي، سنه كبير ماشي، بس ما تنساش ان الدكتور كمال الجنزوري من ضمن مميزاته ان هو رجل اقتصاد ودكتوراه في الاقتصاد. ناس كثيرين ما يعرفوش هذا الامر. تمام؟ ما يعرفوش ان هو لم يكن يوما من الايام عضوا في الحزب الوطني. صحيح. لم يكن عضوا في الحزب، عضو حتى، مش هقول امانه سياسات. احنا ارتضينا بالدكتور عصام شرف مع انه كان عضو هيئه سياسات. صح ولا لا؟ الكلام اللي قالوه المجلس العسكري النهارده. وائتلاف شباب الثوره واحنا شخصيا قلنا لا احنا عاوزين. قلنا لا احنا عاوزين. صح ولا لا؟ ارتضينا بيه. لقيناه الرجل مشكورا لم يصلح لهذه المرحله. مرحله حرجه. تحتاج الى حسم، تحتاج الى قوه. تمام؟ اذا دعونا ان احنا نسمع صوت العقل، حكومه انقاذ. احنا دلوقتي هنقول للراجل اه كبير في السن بس يبقى معاه ناس تستطيع ان تنفذ اهدافه ومبادئ الثوره. ومش كده وبس يا فندم، احنا ممكن ان احنا نبقى فيه معاه كوادر شبابيه. هذه الكوادر الشبابيه تطفي الحيويه والحماس. انت كده هتنضم الى قائمه محللي الاستوديو؟ والله يا فندم انا اول مره احضر، انتوا محللين. انا مش عايز من منبر الدكتوره هاله ده نفكر انت ازاي. هل الكلام ده بيتقال في الميدان؟ بيتقال طبعا في الميدان. اوكي حلو قوي، ده كلام جميل جدا. انت بتوصل معانا لنقاط حل وسط وانت من الميدان، فبالتالي لا غبار. الى اي مدى الميدان عنده استعداد ان يقبل بهذه الرؤيه؟ مش هنقول العقليه انا متفق معاك. هي بقى النقطه بقى، الى اي مدى هذه الرؤيه مقبوله في الميدان؟ تناسب هذا التوقيت للبلد في الوقت، مع تحفظي على الدكتور كمال الجنزوري، ولكن انا بقابل بوجهه نظر. ازاي الميدان؟ حط لنا كده بقى ايه خريطه الطريق. هل انت لما بتقول الكلام ده في الميدان
بتبقى مقبول وكويس وكل حاجة، ولا بصوتك بتتعلق برضه؟ هناك بيقبل وهناك لا يقبل طبعا. تمام. نوصل ازاي بقى لحل؟ نوصل ازاي لحل؟ بص سعادتك، هل هناك سلطة في البلد أم لم توجد سلطة؟ هي مصر عبارة عن شعوب وقبائل كده، عبارة عن كل قبيلة كده تقعد هيا بنا يا جماعة هننفذ هذا القرار النهاردة والقبيلة التانية رافضة. لا، هناك سلطة وموجودة في الإعلان الدستوري. ارتضينا أم أبينا هي سلطة، ويجب لمصلحة مصر العليا الارتضاء بها كسلطة وهي موجودة. السؤال الثاني، هل احنا مرتضين للبطء اللي كان موجود فيها؟ مش مرتضين. هل احنا مش انت استاذ قانون دستوري؟ ايوه. طب هي مش كان مش في الاعلان موجوده في الاعلان الدستوري يا فندم؟ مش الاعلان الدستوري بيقول لها السلطه بتاعت المجلس العسكري 6 شهور؟ لا ما قالش كده. لا قال. طب اقول لك، طب ثانيه واحده تسمعني ولا تسمعني؟ تسمعني، انا معانا استاذنا اهو. لا قال 6 اشهر او، وطالما قلت او كل سنه وحضرتك طيب واستاذي موجود ودكتور يعني نقعد او دي يعني ايه؟ او الانتخابات البرلمانيه او الرئاسيه فتحت المده، خلصت بقى كل سنه وحضرتك طيب. انت ما احنا بنتكلم كقانون، لا يبقى كقانون نتكلم كقانون بقى. فتحت المده في حاجه، وضع الدوله المصريه على المحك. تمام. ان ما كناش هنفوق وهنسمع الاصوات العاقله بقدر الامكان، يبقى احنا كده احنا بنضيع الدوله دي بايدينا بجد. النهارده احنا بنشوف يعني نموذج جديد، ومش شرط كل الناس يبقى موافقه على فكره على الطبيعي. حضرتك لما بتقول كلام احنا بنحاول نوصله يا فندم بعد اذن سعادتك. لولا ان في بعض الاصوات العاقله موجوده في الميدان مرتضيه تمام، ومن المعتصمين واللي هم ضاربين خيم للنهار بقى ما بيفرقوش، مش زي حالاتنا كده ممكن يروح الاستوديو ويرجع تاني. لا تمام، ومتعقلين جدا، يقول لك اه صح ده راجل عنده خبره، هنحط معانا ناس ثوريه، ناس بتفهم، ناس واعيه، شباب من ضمن شباب الثوره. تمام. انما لا، هو انا عشان ما فلاني فلاني اللي انا عاوزه ما تعينش او لا مش هلعب معاك؟ لا هي مش حكايه ما تعينش، انا مش عاوز احنا اللي معلش بقى. طب ما انا ممكن اقول لك انا كمان مش هلعب معاك. لا ما عايزه اقول لحضرتك حاجه، يعني في دم في حكومه دلوقتي. لا ما غير محدش متعينش. انا مع وجهه نظر بتاعت حضرتك دي خالص من زاويه بس نطلع احباب في الاخر. بس استاذ مش في رد فعل اللي حصل المظاهرات الاخيره دي يا دكتور عبد الله، حصلت نتيجه لحادث صغير بسبب المصابين، وبعدين بقى في دم سيل في الشوارع. طبعا فطبعا لهم حق، الناس دي كلها تقعد وتنزل تقعد في الشوارع. احنا اساسا هو انا نزلت ليه؟ سواء حضرتك ما سالتنيش ليه في الاخر احنا قدام ثوره مش كده ولا ايه؟ احنا قدام ثوره، والثوره ديت لها اهداف. عمرك شفت الثورة ينفذوها اللي ما لهمش علاقة بالثورة؟ ده بالظبط زي ما انت عاوز تعمل اشتراكية، زي ما قبل كده في حد حب يعمل اشتراكية بدون اشتراكيين او يعمل اصلاح بالفاسدين او كده، فنيجي نعمل ثورة فتستبعد منها الثوريين خالص، وانت عاوز تمشي اهداف الثورة ديت. ده السؤال اللي انا عاوز اساله لحضرتك. ده السؤال الاولاني. انت حضرتك استنى بس، انت اللي ارتضيت كده من الاول الشعب والجيش ايد واحده. استنى بس الحاجه الثانيه، ارتضيت كده من الاول يعني هنقعد من الاول؟ لا ما انا لا لا من الهاتف. لا استنى كنا عشان كده حبيت. استنى يا سيدي نمره 2، انت انا شخصيا لما شفت الدبابات ومش عايز تفكير انت انا عمري ما وافقت غير هذه المنطقه. لا اول يوم كنا مع الثوره في الاخر لازم اللي يتولى امورها الثوريين ببرنامج الثوره. انت عندك انت هل في تحقق يعني احنا ماشيين في سكه تحقيق اي مطلب ثوري؟ اي مطلب ثوري؟ ده احنا دلوقتي الاوضاع اسوأ مما كانت عليه ايام حسني مبارك. تمام. الاوضاع والمواطن يعيش اسوأ من ايام حسني مبارك. تمام. يبقى وده نتيجه ايه؟ نتيجه هذا المنهج. سوء اداره المرحله الانتقاليه. سوء وسوء جيلين اختلفوا. طيب اول حاجه المنهج بتاع حضرتك هيؤدي لتكريس هذه المساله، انه برضه الناس اللي ما لهمش علاقه بالثوره هم اللي هيتولوا شؤون البلاد. يبقى هنرجع ورا. اوكي. دي اول حاجه. الحاجة التانية انك انت بتشتكي بتقول والله ديت وجهة نظري وانا في شباب عندهم وجهة نظر تاني. أوكي. يبقى عندنا مشكلة رئيسية عاوزة تتحل، ودي هتبقى مطروحة على جدول الاعمال دلوقتي فورا. الا وهي باعتبارك واحد من الثورة تشكيل مجلس قيادة للثورة. ويبقى في جهة اساسية وديت مهمة اذا كانت فيها قبل بس كده. بس هم بيشكلوا
مجموعات متفقه مع بعضها. ايوه ما ده مش كفايه. مش راضيين بقى يعملوا شغل كتير. انا وخصوصا اللي قلت لحضرتك ده سؤال المختلف. تم تصليح. انا هقول لحضرتك شكل لي مجلس قياده الثوره. انت اللي تشكل. لا هشكل ازاي دلوقتي؟ الكلام ده كان ينفع يوم 11 فبراير يا فندم. ينفع دلوقتي انا ما اعرفش مين اللي معايا ومين اللي ضد. يوم 11 فبراير انت جيت دلوقتي في موجه ثانيه للثوره. الناس تصوروا للثوره زي بعض في فنجان وخلصت. طبعا ما ثابت ان ده مش مظبوط طبعا وانه في ثوره موجوده انت في الحاله الثوريه يبقى بديت احد المهام الرئيسيه وده اجدى انك انت رايح تدور لي على بعدين بتقول لي هعمل مجلس استشاري تنقل لي الصلاحيات السياسيه للمجلس وفعلا هتنقل ما هو ده تناقض لا مش تناقض مجلس استشاري لا لا لا. مجلس استشاري معناها انه ما عندوش صلاحيات طب ارد على ساعتك استشاري يعني ارد على ساعتك استشاري يعني تيجي تستشيري يعني تستشيرك يا ابني غير ملزم ارد على ساعتك طيب يبقى ازاي بقى هي الاسئله دي ليا ارد ولا ما اردش لا طبعا طيب انا ممكن بعد اذن سعادتك اولا احنا عمالين بنتكلم على حكومه الدكتور الجنزوري واه ولا وشباب الثوره رافض وشباب الميدان موافق وشباب ايه رافض تمام احنا ناسيين ان بكره الصبح هيتم استحقاق خطير سيبنا احنا نتخانق مع بعض تمام وسيب الناس اللي هي مركزة في الانتخابات تركز في الانتخابات وحقهم لان ده استحقاقهم تمام انت سبتهم يركزوا في الانتخابات ادي حضرتك فرصة شهر وهيتم تشكيل مجلس الشعب ولا انا ولا غيري ولا اي ائتلاف من حقه انه يتكلم بعد كده باسم الشعب لاني هيبقى في انتخابات صحيحة في تزوير؟ مفيش تزوير. في اشراف قضائي؟ طبعا في اشراف قضائي. طب ده بتسميه ايه؟ يا سيدي الفاضل. ده معناه انك انت ده معناه انك انت انا مش من حقك اتكلم ولا من حق حضرتك تتكلم. سيب بقى سيب مجلس الشعب يتكلم. دي حاجة. الحاجة التانية خلي حضرتك بقى عمال تقول للدكتور الجنزوري مش عاجبني وده مش عاجبني وده مش عاجبني هيتعدي الايام هيجي لك مجلس الشعب. وخلي بقى حضرتك شوف بقى مجلس الشعب بقى هو اللي يتكلم ويقول احنا ممثلين الشعب هقول له شكرا السلام عليكم لانك انت ممثل الشعب فعلا مظبوط لكن لو انا سعيد ده هذا راجل كادر ده انا فتره من فترات كان يعني انا عارف على فكره انا كنت اتمنى الاقي قياده للثوره وهو اللي يمسك وهو اللي يقود زي جمال عبد الناصر بس احنا لو رجعنا حتى لثوره يوليو هلاقي جمال موجود مش معاه هلاقي ان جمال عبد الناصر نفسه ولا مين تمام ولا مين رئاسه الوزراء سعادتك انا اكمل بس فكرتي حضرتك مين اللي يبقى زي عبد الناصر مش ما بقاش انا اكمل بس كنا نتمنى الثوره كلها قائمه تمام يعني يكون هناك الرئيس جمال عبد الناصر رحمه الله عليه تمام لما جاب احمد ماهر وده كان ولا هو ثوري ولا حاجه تمام بس هو شايف برؤيه جمال عبد الناصر لما تولى امتى؟ في 54 يعني بعد سنتين تتخيل حضرتك احنا في صدد سته اشهر لو انت حضرتك مش عاجبك وانا مش عاجبني هيجي اللي هيفرضه علينا طب وانت يا ثوري بقى ايه موقفك من الحكايه دي؟ ما انت كويس انا قلت الحل يا دكتور يعني الكلام ده الحل ان يبقى في حكومه انقاذ وطنيه ومعاه وزراء له مش كلام ثوري فين الثوره في الكلام بتاعك؟ هي ثوره يعني ايه؟ الثوره اقول لك الثوره لاجل الثوره ولا الثوره لاجل البنات اسمها مجلس انت بتسالني سؤال الثوره انت بتسالني سؤال الاجابه بتاعته الثوره يعني تغيير النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي هو ده في نقطه مهمه هنا عند الدكتور ايمن دي واحد تغيير النظام استاذ وانا الحقيقه اقدر توجهه الثوري لكن انا الحقيقه مش شايف ابدا تناقض بين التوجه الاصلاحي اذا كان من مرجعيه ثوريه من اهم ادوار الثورات ان تصلح. الكلام اللي بيقوله الدكتور عبد الله انا متفق مع جزء كبير منه. عايز اقول لحضرتك حاجه. اذا كان كلمه استشاري دي مضايقانا طب ما نفكر في حلول اخرى بمعنى ايه؟ احنا نقدر نتكلم عن مزاوجه بين المجلس العسكري والمجلس المدني في مجلس واحد. يعني يبقى في مجلس مدني في ستة في عشرة وفي مجلس عسكري أيضا يعني في نفس المجلس
ممثل بعدد ممثل، ويبقى هذا المجلس هو المكلف المرحلة الانتقالية انتقالا للمجلس المدني المنتخب أو الإدارة المدنية المنتخبة. فكرة نحن نقول على أنا على فكرة أنا عندي عداء فطري باعتباري ليبرالي لفكرة الكاب، وأنا ما عنديش أي علاقة بمجلس عسكري، وبالمناسبة برضو ما عنديش أي علاقة يعني إيجابية. وما بيقول تعالى أبدا. لا 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 احنا عندنا في مره واحد فيهم قال لي احنا بنكره ثلاثه اه انت والبرادر يوم 6 ابريل، قلت له شكرا فيعني وهذا شرف انا معتز بيه. لكن انا عايز اقول على نقطه مهمه، وانا برضو الدكتور البرادر كثيرا الدكتور جنزوري كثيرا ما اختلفت معاه في البرلمان وكثير لنا معارك، لكن في النهايه انا بقول ان المزاوجه والقبول والحلول الوسط ده جزء من المعالجه لهذه الازمه. احنا النهارده عندنا سلطة عسكرية الحقيقة مستبدة بوجهة نظرها، وهي معاها جزء من الحقوق وجزء من الصلاحيات اللي انا ما اقدرش اقولها فيه بكرة الصبح اتفضلي سيبي كل حاجة وامشي، لان احنا البلد ما فيهاش قلب ما فيهاش جيش، مين هيساعدنا في ضبط العمليه هتبقى مين هيساعدنا في ضبط الحياه؟ زي ما قلت لك في البدايه نجيب شركه كير سيرفيس ونقف نهتف نقول مصر او الشعب وكير سيرفيس يد واحده، لان ما عادش في اي حاجه يا جماعه. بس هم هل الشباب في التحرير يا دكتور بيطلبوا ان المجلس العسكري يمشي ولا بيطلبوا بحكومه وحده وطنيه؟ لا الشباب في انقاذ المجلس فورا متأثرين بتجربة مبارك. طب يا دكتور انا عايز اقول المجلس انا في تقديري في امور قدها اسوأ من مبارك وفي امور قدها بطريقه احسن شويه من مبارك. يعني في النهايه ما نقدرش نحط مبارك والمجلس العسكري في نفس الخانه في نفس اللحظه. انا مش معاهم وانا ضدهم وانا بحلم باليوم اللي ما اشوفهمش موجودين فيه في السلطة السياسية طبعا، لكن اشوفهم في دورهم الحقيقي وهو الدفاع عن الحدود والدفاع عن حماية حماية مصر.